السلام عليكم، معكم سعيد العريش، بائع متجول متخصص في الهواتف النقاله ولوازمها. احنا هنا كنتواجدوا بعين حروده 17 زناتة عمالة المحمدية. هذا المشكل اللي وقع للأخت هبة الله يرحمها ويواليها برحمة الله، ومن هذا المنبر كنتقدموا بالتعازي الحارة ونتمنوا الصبر والسلوان للعائلة ديالها. بغينا نعطيو واحد الميساج للناس، لجميع المغاربة ومغاربة العالم والعالم بأسره. دابا الناس كتمشي كتشري دي شارجور ادابتابل عادي وكيتسبب في ارواح، كيقتل ارواح. علاش الناس ما تزيدش غير واحد شويه ديال الفلوس وتقلب على الكاليتي؟ على سبيل المثال نعطيكم دي شارجور، كاين لو فري اوريجينال وكاين الادابتابل وكاين ديفيرون كبير في الثمن. يعني الانسان علاش ما يزيدش واحد شويه وياخذ دوريجين ويحافظ على الارواح؟ لان راه الروح راه عزيزه عند الله، وما نبقاوش نطيحوا في الخطا. وهذيك البنيه مشات ضحيه هكاك بسبب شارجور، يكون اللي قال الاب ديالها دابا يشتريها تكون عنده 1 مليار يعطيها باش هذيك البنت تبقى حيه. ولكن للاسف الشديد هذا واحد الاجال، الله يرحمه ويواليها برحمه الله. انا نوريك الاخ الكريم لو شارجور اوريجينال كيف كتشوف هنايا، ها هو باش كنعرفوا حنا كحريفيه. الا لاحظتي هنايا على سبيل المثال نعطيك سامسونج هنا محفوره باش كنوري للمشاهد الكريم. سامسونج هنا باش تعرف الدوريجين اخي واختي، باش تعرفوا الاوريجينال تقلب الشارجور اول حاجه كيكون محفور، الكتبه محفوره ياك. وهذا الادابتابل غير مجرد، ها هي سامسونج كتبان لك غير مكتوبه، غير ماركور ولا حاطين بواحد سكان تمايا، ممكن تمشي معاه في حالك ممكن تمحى اون بليس. هذا الطاي ديالو كبير، وهذا شويه يعني كيبان لك هذا الطاي ديالو بتي، هذا غران طاي باين تلا شديتيهم في الصوره كيبانوا لك ان هذا اللي في ايدي هذا هو الاوريجينال، وهذا الادابتابل اون بليس. اذا شديتيهم قارنتي في الميزان هذا الاوريجينال كيكون ثقيل، وهذا اللي ماشي اوريجينال يعني كيتسمى ادابتابل كيكون خفيف ريشه. يعني هذا قادر انه يستحمل ان ملي ديروا تشارجا واخا تنعس كاع غديروا تشارجا تيوصل 100% تيحبس اوتوماتيك، هذا تيوصل 100% تيولي يقلب على 200%. هنا في كيوقع المشكل كيرجع داك الروتور كتشعل العافيه، الله يسر الله يرزق السلامه. حنا كننصحوا جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن باش يبقاو يقلبوا على الكاليتي، ياخذوا شي حاجه اوريجينال باش ما يطيحوش في نفس المشكل اللي طاحت فيه هذه الاخت هبه، واللي قبل منها راه عديد من الناس شفنا هذه الحالات وتاسفنا لهم. والله العظيم اذا بقات فينا هذيك البنت، وكنقدم من هذا المنبر تعازي الحاره باسم ساكنه عين حروده والمحمديه، كنقدم لها التعازي الحاره والله يرحمها ويواليها برحمه الله، والله يصبر الاهل ديالها. ونعاود ناكد على الانسان يشري شي حاجه اوريجينال. وتحياتي لكم والف تحيه، تحيه للمدينه ميديا لايف والطاقم التقني وجنود الخفاء، والف تحيه شكرا لكم. مرحبا اخي. شحال يكون الثمن ديال الشارجور اللي ماشي اوريجينال وثمن الشارجور اللي دوريجين؟ واخا هذا الاوريجينال تاخذوا ب 30 درهم حتى ل 40 درهم اوريجينال، هذا الادابتابل تاخذوا ب 10 دراهم ولا 15 درهم، يعني كاين فرق ديال واحد 20 درهم ولا 15 درهم. يعني انا ندويلك بدوري، انا ما نقدرش نخدم بهذا العادي ديفينيتيف. عندي في الدار الا مشيتي معايا دابا للدار ما تلقاش عندي شارجور ادابتابل، كل شيء العائله كلها عاطيها شارجور اوريجينال حفاظا لسلامه العائله والجيران، لان لو وقع مشكل راه كيتسبب في مشاكل كثيره. لكان الله يسر لك انت ما عندكش الدار، عندك غير مثلا البناء العشوائي، وهذا راه وقعات في بزاف ديال الكريانات، كتولي شاده في براكه من براكه لبراكه، سي تادير راه غادي تقتل ارواح كثيره. هذا هو المشكل، لهذا الانسان ما كاينش واحد ديفيرون، راه قريب الحال 35 درهم 30 درهم 15 درهم 10 درهم ما كاينش فرق كبير. يعني والروح راه غاليه اغلى من هذا الشارجور ولا من التليفون ولا هذا. وتحياتي خويا العزيز.